انا كده هشرح الزهرة دي، والزهرة دي المنظر النورة بالمنظر ده كده، ودي تبع فاميلي فيربينيس. باخد الزهرة الواحدة اهي، بلاقي فيه جزء سفلي تحت اللي هو الكيلكس عبارة عن قب، والكورولا بالمنظر ده. الكورولا ديت هي تبان انها 4 وحدات، بس في وحدة عريضة شوية، يعني 2 بتلتين لازقين في بعض، فيبقى 5 وحدات. فالزهرة دي بنتاميرس في الأول. المفروض بعد كده هاجي أفصل ما بين الكيلكس والكورولا، وأفتح الكورولا عشان أشوف فيها 4 ستيمنز. مش هتبان طبعا الـ4 ستيمنز اللي جوه، لكن في حاجة باينة، صفة باينة واضحة جدا، إن الكورولا تيوب دي كيرفد، يعني جايه في انحراف كده في القمه كده بتاع الكورولا تيوب. فالكيرفد كورولا تيوب دي مع بقيه صفات الزهره دي اللي بتعرفني انها فاميلي فيربينيس، يبقى تعتبر الدياجنوستيك كاركتر او الكي كاركتر كيرفد كورولا تيوب للفاميلي فيربينيس.